الجزائر كما تعلمون وعلى غرار العديد من البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين منظومتها وترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات لا سيما التوسع العمراني والنسيج الصناعي وكذا المنشآت الكبرى التي تم تشييدها والتي هي في طور الإنجاز كذلك. ففي هذا الشأن وإدراكا منها لعواقب الأخطار الزلزالية قامت الجزائر وبحزم وبخطى ثابتة بوضع تدابير وآليات للحد منها عبر مخططات واستراتيجيات وطنية تضمنها لا سيما القانون 024 الصادر في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسهيل الكوارث في إطار التنمية المستدامة وتتمحور أساسا حول المحاور التالية: تحسين فهم الخطر الزلزالي، إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والأخذ بعين الاعتبار إطار التهيئة العمرانية، تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المدارس وفي المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية، اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم إنجازه مؤخراً على مستوى مشروع جامع الجزائر الذي يبقى تجربة فريدة من نوعها في العالم في مجال النظام المضاد للزلازل بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الكبرى.